السلام عليكم ورحمة الله، أنا إياد الرضوان وهذه هي صفحة أحلى مواقف في الشطرنج على فيسبوك وقناة أحلى مواقف في الشطرنج على يوتيوب، تابعونا. هذا كان وضع سميناه سور الصين العظيم، طبعا هذا كان الوضع الأول. حلينا هذا الوضع ورابطه والحل موجود على قناتنا على اليوتيوب، والرابط راح نحطه بأسفل هذا الفيديو بالوصف. واليوم معنا الوضع الثاني من أوضاع سور الصين العظيم، هذا هو الوضع وراح نشوف حله هلأ. راح نشوف حل هذا الوضع. طبعا هون سور الصين العظيم عند الأسود عنده نقطتين ضعف. أول نقطة هي على العمود H، العمود H بنلاحظ إنه الأبيض عنده بيدق حرنة وعن ما، فإذا شلنا الفيل أجبرنا الأسود إنه يحرك الفيل، راح يصير فينا نتقدم بالجندي ويمكن نفتح هذا العمود. وفي عنا نقطة ضعف تانية هي على العمود A، بنلاحظ على العمود A في عنا بيدق متأخر على الأسود، ممكن مهاجمته في حال استطعنا إنه نجلب الرقعة القلعة على هذا العمود. ولكن الحقيقة إنه أي من هاي النقطتين الضعف لا يمكن الاستفادة منها، لأنه الأسود يستطيع الدفاع عنا. فمثلا يستطيع الأسود إنه يبقي فيله هون لإغلاق العمود على البيدق، وممكن في حال نقلنا القلعة ممكن يروح الفيل على الاي 8 لحتى يحمي هذا البيدق. إذا لا يمكن الاستفادة من نقطتين الضعف هدول، ولكن يمكن الاستفادة إذا حاولنا نلعب على نقطتين الضعف بوقت واحد. كيف؟ إنه نجيب القلعة على العمود A ونجبر الأسود إنه يحرك فيله، ومن ثم بنرجع منقرب البيدق وبنرجع بالقلعة على العمود H وبنستفيد من العمود المفتوح اللي صار عنا وهو العمود H. هاي هي الطريقة الوحيدة للفوز، ولكن خلونا نشوف كيف راح نطبق هذا الحكي عمليا. طبعا راح يروح الملك ليساعد القلعة، لأنه القلعة في حال تحركت راح ياخذها الجندي هون ويصير في ربح للأسود، فالقلعة ما بتحسن تتحرك إلا يروح الملك يساعدها. فالقلعة راح يروح الملك يساعدها يجيبها على العمود A، وراح يرجع يرجعها على العمود H. طبعا هون الاسود عم يلعب نقلات انتظارية، وهون بالذات عند هاي النقلة ما في يقبل تضحية القلعة، لانه اذا قبل تضحية القلعة راح يجبر الأبيض راح يجبر الأسود إنه يفتح الوضع ويحرر الحصان، ويحرر الحصانين مع وجود جنديين. أكيد هاي نهاية راح تكون أسهل بكتير من وضعنا، فلذلك الأبيض ما راح يحرك القلعة وراح يحاول إنه يضل يلعب النقلات الانتظارية. فإذا هون رخ G2، رخ E2. طبعا هون أيضا ما بستطيع إنه يقبل التضحية، حتى ولو كانت التضحية بفيل برخ وحصان، لأنه نفس الشيء راح يحرر الأسوأ الأبيض وضعه وعنده قطعة زيادة.
فلذلك رح يتابع الأسود، وأيضا هون ما بيستطيع إنه يقبل التضحية مثل ما قلنا. كمان الأسود مثل ما ملاحظين رح يحرر وضعه، وراح يحرر وضعه، يحرر قطعتين، وطبعا راح يطلع بالملك بعد ما يرجع الفيل على الاي 3، وهيك كمان راح يكون في عنده ربح. اذا القلعة فيها برفقة الملك تمشي بأمان وتنتقل على العمود. تنتقل على العمود ايه، طبعا الملك راح يفتح له المجال للفيل انه يرجع يحمي البيدا. طبعا هلا فينا نضحي بالبيدا في سبيل انه نفتح العمود ايه. طبعا الاسود ما راح ياكله هلا، باعتبار انه اذا اكله راح ناكل البيدا اي 4 وينفتح الوضع للرخ. رح يلعب أيضا نقلة انتظارية، والآن القلعة بدها ترجع على العمود اتش برفقة الملك. هلأ بيقبل الأسود تضحية الأبيض لأنه هذا البيدق بده ياخده عاجلا أم آجلا، فبقرر أنه ياخده بهاللحظة، وهو أفضل لأنه إذا إجت القلعة وتقدم البيدق رح يصير في مشكلة، أنه إذا يعني البيدق رح يتقدم أكتر أو رح يضل يضطر ياخده بالبيدق ويصير في تكسير أو يصير في اختراق للقلعة من خلال المربع H4 أو H5 وما ممكن دفاع عنهم. أما هلأ فممكن يناور الأسود أكتر. طبعا في حال أخذ البيدا ما فينا نلعب هاي النقلة، ليش؟ لأنه هاي النقلة صارت هلأ بتأدي للتعادل. في حال هلأ قبل تضحية القلعة، ملك دي تو، وزير، ملك ضرب وزير، ملك ضرب وزير، وفي عنا النقلة القوية G4 G5. في حال تقدم أكل NF2، والآن عندنا النقلة G4، ورجع الأسود سكر الوضع، وهون صار في عندنا تعادل. إذا الأسود هون الأبيض ما رح يستطيع إنه يلعب ال E2، وبالتالي عنده مناورة ذكية جدا هي إنه يلعب D2 نقلة انتظارية ويلعب رخ D3. هاي المناورة كان في يلعبها من الأول في حال كان إنه لو قبول التضحية على الـ E2 بنفس هذا الوضع، لو قبول التضحية بيؤدي لخسارته أو بيؤدي لربح مانو مضمون، كان في يلعب هاي المناورة. ولكن هلأ اللعب على الـ E2، لعب الرخ على الاي 2 فورا راح يؤدي لتعادل مثل ما شفنا، فمضطر انه يلعب هاي المناورة. طبعا التضحية هون بهذا البيدا او بهذا البيدا راح تحرر الاسود وراح تحرر الابيض وراح يصير في ربح. فهلأ منتابع نلاحظ القلعة عم تروح برفقة الملك لحتى ترجع تستفيد من العمود اتش. طبعا هلا اللاعب الاسود اما بده يحمي الفيل بالملك، وبالتالي راح يروح فيلو بالاستفادة من فيل الاسود، او يشيل فيلو ويسمح للقلعة بالاختراق
ويسمح للألعاب الاختراق، وهون مصيبة، أو مضطر يلعب النقلة جي ستة، وهي النقلة مهمة جدا للاعب الأبيض اللي هو عم منتظرها. طبعا بعد النقلة جي ستة فيل الأسود أصبح مقيد، والآن الخطوة الثالثة من الحال، القلعة رح ترجع على العمود A. طبعا الخطوات حفظناها. طبعا بعتذر عن السرعة، عم يصير في تكرار بالوضع، بتمنى انه ما تكونوا عم تتخربطوا. طبعا رح نرجع شوي. هلا هون طبعا بعد ما القلعة عم تحاول تنتقل على العمود H، الأسود مضطر إنه يقدم البيدق جي خمسة لحتى يحرر فيلو ويروح يحمي البيدق اتش. طبعا بيدق اتش ما بنحمى بالملك لا هلأ ولا أول، لأنه في حال انحمى بالملك هذا الفيل راح يجي على البي فور ويطرد الملك ويحط الوضع الأسود تحت زاك زوانج ويجبر الملك على الابتعاد، او انه يروح يهاجم الفيل هون بدون الملك ويحمي ويفتح العمود. فلذلك هذا البيدق ما بنحمى بالملك، ما بنحمى غير بالفيل. طبعا بعد ما تقدم الاسود بالجي خمسة، ما عاد في داعي نكفي طريق القلعة على العمود A، وانما رح نرجع بالقلعة على العمود H اللي صار مفتوح للرخ. طبعا الفيل بلش يتدخل لحماية دعم القلعة وحماية طريقة على العمود H، لأنه هلا العمود H ما ممكن إنها تستفيد منه القلعة، ولكن بدعم الفيل نلاحظ إنه القلعة قدرت تنزل على العمود H. ومجرد ما اخترقت القلعة صفوف الأسود، نلاحظ إنه بياض O بلشت تسقط واحد ورا الثاني، وهيك صار عنا ربح سهل للأبيض. هذا هو حل الفيديو، وبتمنى تشاركونا بتعليقاتكم واقتراحاتكم وأسئلتكم عن هذا الوضع، وانتظرونا بالجديد، وانتظرونا أيضا وضع من سور الصين العظيم، وضع ثالث من سور الصين العظيم قريبا. شكرا للمتابعة.